أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في هذه المحاضرة الثالثة في برنامج الباحث المقيم. وأنا أريد أن أستأنف في هذه المحاضرة بناء على ما طرحته في المحاضرتين السابقتين، أن أستأنف زاوية أخرى في التعامل التراثي مع النص القرآني. في الزاوية الأولى رصدت تعامل المتكلمين المعتزلة وخصوم المعتزلة، ثم رصدت كيف تأسس البحث اللغوي حول مفاهيم التأويل، حول مفهوم المجاز. وكان هذا السؤال الذي طرحته على نفسي منذ فترة طويلة: ماذا لو غادرنا مجال العقل وقمنا بسياحة في مجال الروح، التجربة الصوفية؟ سأتجنب في هذه المحاضرة قدر الإمكان شيئا لاحظت أنه يعني عسر في المحاضرة السابقة، وهو النصوص الكلاسيكية، لأن النصوص الكلاسيكية يعني نصوص صعبة في القراءة، وبالتالي سأحاول أن أقدم قراءتي للنصوص دون التعرض للنصوص ذاتها، خاصة نصوص محي الدين ابن عربي اللي هو بيمثل التصوف، لأنها نصوص على درجة عالية من التعقيد وعلى درجة عالية من البناء المركب، بحيث يصعب في الاستماع إلى محاضرة أن يركن الإنسان إلى قراءة نص. لماذا ابن عربي؟ أعتقد أنه القرن السادس اللي هو ابن عربي توفي عام 683 هجرية. القرن السادس في رأيي يمثل اكتمال التجربة الحضارية الإسلامية، يعني الإنجازات الأساسية في بنية هذه الحضارة كانت قد تمت بالفعل، إن في مجال الأدب أو في مجال البحث اللغوي أو في مجال الدراسات المرتبطة بالقرآن أو الحديث النبوي أو الفقه، في جميع المجالات كانت قد اكتملت، سواء في مشرق العالم العربي أو في مغرب العالم العربي. ابن رشد يمثل أيضا يعني هذا الاكتمال على المستوى الفلسفي، ولذلك أنا قلت ما بعد ابن رشد، لأن ابن عربي التقى ابن رشد في صباه حين كان صبيا، لم يكتمل شاربه بعد ولم تنبت لحيته بعد، وهو لقاء يمكن أن نتعرض له في سياق المحاضرة، لأنه لقاء رمزي على درجة عالية من الأهمية. يمثل ابن عربي حلقة الوصل أيضا، هذه النقطة الثانية، بين التراث الإنساني السابق وبين التراث الإنساني اللاحق. التراث الإنساني السابق، سواء كنا نتحدث عن اللاهوت بمعناه العام، اللاهوت في الفكر اليهودي أو اللاهوت في الفكر المسيحي، أو التراث الفلسفي من أرسطو حتى أفلاطون، الأزرادشتية المانوية، يصعب صعوبة حادة أن نتعقب أصول الأفكار عند ابن عربي، ذلك أنه استوعب كل هذا التراث وتمثل كل هذا التراث ثم صاغه في نسق فلسفي جعل من الصعب جدا وكل تتبع هذا التراث، وكل المحاولات التي بذلت كانت محاولات جزئية، أي أنها تأخذ هذه الفكرة. يبلغ ابن عربي حدا من هذا الصهر للأفكار، إذا تذكرتم مسألة الصهر اللغوي، أنه صهر هذه الأفكار حتى أنه يوظف مصطلحات تنتمي إلى الفلسفة، تنتمي إلى الإشراق، تنتمي إلى القرآن كما سنرى. التراث الإنساني السابق استوعبه ابن عربي. التراث اللاحق، هناك دراسات قام بها أسين بلاثيوس المستشرق الأسباني حول تأثير ابن عربي في الكومية الإلهية مثلا. هناك دراسة المستشرق إيزوتسو، توشيكو إيزوتسو، حول العلاقة بين ابن عربي والطاوية والفكر الطاوي. طبعا إيزوتسو لم يتكلم عن تأثير وتأثر، وإنما قام بعلاقة مقارنة، مما يشي ويوحي بأن رصيد ابن عربي رصيد يصعب تتبعه ويجعل من تتبعه
يعني محاولة في معظم الأحيان لا تفسر ابن عربي. يعني هذه عناصر دخلت وصنعت بنية فكر ابن عربي. استيعاب الخطاب الصوفي السابق، وهذه نقطة هامة جدا، استيعاب الخطاب الصوفي السابق تفسيرا وتأويلا. كثير من المتصوفة السابقين على ابن عربي لا نفهمهم فهما تاما إلا إذا قرأنا ابن عربي. وهناك دراسة هامة قام بها أيضا أسيمبلاثيوس، يعني أراد أسيمبلاثيوس أن يدرس ابن مصر الجبلي، فلجأ إلى نصوص ابن عربي التي تعكس قراءة ابن عربي لابن مصر الجبلي، فدرس هذه النصوص وأعاد بناء فكر ابن مصر الجبلي، ثم تبين تأثير ابن عربي بابن مصر الجبلي. يعني هذه مسألة معقدة، أن تأخذ فكرا من مفكر ثم ترى تأثير هذا المفكر في المفكر الذي هو مصدر هذا الفكر. وهذه دراسة على درجة عالية من المهارة في التتبع والاستنتاج، ثم في محاولة كشف الأثر الذي تركه ابن مصر الجبلي في ابن عربي. كثير من المتصوفة السابقين على ابن عربي نحتاج إلى ابن عربي لكي نفهم، خاصة إذا كانت أقوالهم غابت أو أن كتاباتهم غابت إلى آخره. طبعا تأثير ابن عربي في المتصوفة اللاحقين له، يعني لا أريد أن أذكر جلال الدين الرومي والشيخ الدكتور يوسف الجيلي. تأثير يعني من هنا أهمية ابن عربي بشكل عام، يعني هو هذه الحلقة الوصل هذه في التراث العربي الإسلامي. لماذا الآن؟ أيضا لأن أي دراسة أو أي محاولة علمية بحثية إنما هي تنبع من سؤال يقترن باللحظة التي يمارس فيها الباحث بحثه. يعني بين أنا درست ابن عربي في السبعينات، كان ابن عربي تأويل القرآن عند ابن عربي كان موضوع أطروحتي لدرجة الدكتوراه في السبعينات، وكتبت كتابا آخر عن ابن عربي في بداية الألفية الثانية، ولكن السؤال السبعينات الذي انطلقت منه لدراسة العربي ليس هو بالضبط سؤال الألفية الثانية الذي انطلقت منه لقراءة ابن عربي مرة أخرى. سؤال السبعينات كان مرتبطا كما قلت ب يعني كيف يمكن تغطية التراث العربي الإسلامي في اتجاهاته المتعددة. لا يمكن أن نقيم أي نسق فكري إلا إذا نظرنا للتراث العربي الإسلامي في كليته. هذا كان سؤالي في السبعينات بعد أن درست المعتزلة ودرست المتكلمين. كان سؤالي ماذا لو قمنا بسياحة في الفكر الصوفي. سؤال الألفية الثانية مختلف. يعني أنا كتبت كتاب هكذا تكلم ابن عربي قبل أحداث 11 سبتمبر، لكن من يقرأ المقدمة يدرك أن يعني أن هناك لا أقول توقع، وإنما 11 سبتمبر اعتبرت نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، كأنها هي التي صنعت هذا. هي في الواقع نتيجة وليست مقدمة. حوار الحضارات أم صدام الحضارات، يعني حللت هنا مفهوم نهاية التاريخ، مفهوم نهاية من منظور لاهوتي، مفهوم نهاية التاريخ الذي صاغه فوكوياما قبل أن يكتب هانتينغتون كتاب صراع الحضارات، هو مفهوم يبدو كما لو كان مفهوما سياسيا، ولكن في عمق هذا التحليل السياسي مفهوم ديني، لأن نهاية التاريخ هي مفهوم ديني لاهوتي بامتياز. جميع الأديان في بداياتها تنذر بنهاية التاريخ باقتراب يوم الدينونة. وتحللت هذا المفهوم من خلال، طبعا نجد هذا في القرآن كما نجده في الكتب المقدسة، يعني من أول اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر الصور المكية المبكرة التي تنذر الإنسان. وهنا سمي الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر. الإنذار والتبشير بنهاية العالم واستقرار العالم نجد في جميع الأيديولوجيات. يعني في النظام المركزي نهاية التاريخ بأن
تحكم البروليتاريا بأن تنتصر البروليتاريا مثلا. هذا هو الجانب اللاهوتي عند كارل ماركس، نهاية التاريخ. لكن اللاهوت المرتبط بنهاية التاريخ وصدام الحضارات هو لاهوت فيه إله وهو السوق، وهو إله يجب طاعته طاعة مطلقة. وأي محاولة في العالم المعاصر لمخالفة قوانين السوق تنتهي بالدمار، يعني كأن السوق صار هو الإله الجديد. طبعا خرجت الحضارات والثقافات الأخرى وحتى داخل البنية الثقافية لتحارب هذا الإله الجديد، ولكن هذه الحرب تمت بأسلحة لاهوتية تقليدية. أيضا العولمة ولاهوت التدمير، يعني رد الفعل على العولمة هو ما يسمى بلاهوت التدمير. يعني عندنا لاهوت العولمة الإله، اللاهوت المضاد للقضاء على العولمة هو لاهوت التدمير، محاربة إله السوق بأسلحة الميثولوجيا. هذه هي الأسباب العامة التي عادتني إلى ابن عربي مرة ثانية. الأسباب في العالم الذي نعيش فيه، هناك أسباب خاصة بواقعنا العربي والمصري. احتراق الدين واحتراق التدين لتسيير عربة السياسة، وعربة السياسة أنا ألخصها في الاستبداد والاستغلال والفساد. في هذه الرحلة التي بدأت فيها تسيير عربة السياسة، سواء الاستبداد أو الاستغلال والفساد، وأنا لا أتكلم هنا عن استبداد واستغلال وفساد خاص بفئة ولا خاص بنظام، وإنما هو حالة عامة، حالة تسربت عامة في هذه استخدام الدين، هذا الاستخدام لتسيير هذه العربة أدى إلى احتراق الدين، تحول الدين إلى وقود، وحين يتحول الدين إلى وقود يحترق. المظاهر الكثيرة للتدين في مجتمعاتنا تعكس تدينا مفتقر إلى روح الدين، فقر الروحي واغتناء أشكال التدين والمبالغة في أشكال التدين. إذن العودة لابن عربي ليست فقط من أجل يعني رؤية الواقع الإنساني أو الواقع الحالي، وإنما أيضا من أجل الواقع الآني، الواقع يعني الميكرو والماكرو. الميكرو هو العالم، الماكرو هو العالم، والميكرو هو العالم الإسلامي والعالم العربي. ومن هنا يصبح سؤال المعنى، سؤال المعنى الأعمق سؤالا هاما، أين يوجد المعنى؟ أنا الآن أدخل في ابن عربي، حددت لماذا ابن عربي، لماذا ابن عربي الآن، والآن أحاول أن أين يكمن المعنى؟ في الفكر الفلسفي وفي الفكر الكلامي المعنى خارج العقل، المعنى في الوجود، وعلى العقل أن يكتشف قوانين الوجود ويستنبط المعنى من الوجود. هذا هو قوانين الاستدلال كما شرحتها عند المعتزلة، النظر في الوجود، الوجود كعلامات دالة. ويصبح العقل هنا كأنه يبحث وليس له دخل في صناعة هذه المعرفة، يعني المعنى خارج العقل، وعلى العقل أن يحاول التوصل إلى هذا المعنى الموضوعي المتحيز خارج العقل. العقل يكتشف المعنى ولا يساهم في صنع المعنى. ممكن نلخص هذا الموقف سواء في علم الكلام أو في علم الفلسفة بأنه البرهان. هناك منظور آخر، وجود المعنى في الوحي في اللغة وليس في العقل، وليس في الوجود، وهذا ما أطلق عليه اسم البيان. أنا هنا أستعير تصنيفات الدكتور محمد عابد الجابري عن البرهان والبيان والعرفان. نقطة ثالثة، وجود المعنى في وعي العارف، يعني أن المعنى ليس مستقلا عن وعي العارف، أن المعنى هنا كاملا، يعني المعنى إما في الخارج وهذا هو البرهان، وإما في الداخل وهذا هو العرفان. الفلسفة ما تسمى بالفلسفة الإشراقية، أفلوطين
وإما في اللغة التي هي وسيط بين الوجود وبين الوعي اللي هو البرهان، عند المعتزلة، عند المتصوفة وعند ابن عربي هناك إجابة أخرى على هذا السؤال. المعنى هو جدلية الوجود والوعي، المعنى هو التجربة، ليس هناك معنى مستقل خارج وعي الذات العارفة، ووعي الذات العارفة لا يستقل عن تجربة الذات العارفة، وبالتالي المعنى لا يكمن في الخارج تماما ولا يكمن في الداخل تماما، وإنما يكمن في هذه العلاقة نسميها الجدلية أو نسميها التجادلية، يكمن في هذه العلاقة بين الذات والموضوع، وأصل هذه العلاقة هو التجربة، كأن التجربة هي التي تمثل حافزا للفهم. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق فبيعرفوني، سواء كان هذا الحديث يعني هذه مشكلة، يعني استخدام كل الفرق الإسلامية بما فيهم المتصوفة للحديث، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة مستقلة. التجليات هنا، فخلقت الخلق ليس معناها الخلق من عدم، ومشكلة الخلق من عدم مشكلة أيضا سنرى كيف يتعامل معها التصوف. إنها التجليات، إنها الظهور من الكمون. في فلسفة ابن عربي ليس هناك عدم، هناك مستويات من الوجود وهناك كمون الوجود، وسنأتي إلى ذلك، وكل ذلك يتم عبر التجليات. التجليات الإلهية تظهر الكوامن من ما يسمى اللاوجود إلى حالة الوجود. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق فبيعرفوني، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، وهناك تحليل هائل لهذه. لماذا أرادت الذات الإلهية أن تعرف؟ أرادت أن، لأن الذات الإلهية تعرف نفسها، أرادت أن تعرف معرفة غيرية. لكن فكرة التجليات فكرة هامة جدا في، وهي على مستوى الوجود وعلى مستوى اللغة وعلى مستوى النص كما سيأتي. المقولة الثانية، الإنسان هو عين الوجود وغايته، هو المجلى الأكمل. إذا كان العالم الوجود هو تجليات الألوهة، فالإنسان وإن كان آخر هذه التجليات فهو أكمل هذه التجليات، لأنه في الإنسان اجتمعت النفخ. هنا تأويل، دخلنا في التأويل، اجتمعت النفخة الإلهية والطين معا. الإنسان عين الوجود وغايته، وهو المجلى الأكمل، يعني هو المؤهل للدخول في التجربة التي تؤسس المعرفة القائمة على هذا الجدل بين الوجود، بين 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 الخارج والداخل. الإنسان من العالم بدأ وإلى العالم يعود، المعراج الصوفي، تجربة لها درجات ولها حالات ولها مقامات إلى آخره، لن ندخل في هذه التفاصيل. لكن خلال هذا المعراج، وهو معراج يتم على نفس النمط ما يسمى بالمعراج النبوي، على مدارج المعراج النبوي، لكن هناك فارق بين المعراج النبوي ومعراج الإنسان. أنا بطلع ولا بدخل دلوقتي؟ كيف نفهم ابن عربي؟ أيضا هنا أنا أطرح مجموعة من النصوص التي يعني تضيء الجوانب المعقدة في فلسفة ابن عربي. ما هي التجليات؟ ما هو الظهور؟ ابن عربي يستخدم الاستعارة، واستعارة هنا استعارة البرق، حتى يلغي عن مفهوم التجليات أي نوع من التتالي الزمني. الوجود لمحة برق هي الزمن السرمدي، ليس هناك تتالي زمني في عملية التجليات، ليس هناك تتالي زمني في عملية الخلق.
حقق يا أخي نظرك في سرعة البرق إذا برق، فإن برق البرق فإن برق البرق إذا برق. طبعا الواحد ممكن يعمل لها يعني فزورة، برق برق يعني، فإن برق البرق إذا برق كان سببا لانصباغ الهوائب، وانصباغ الهوائب به سبب ظهور أعيان المحسوسات، الضوء، وظهور أعيان المحسوسات به سبب في تعلق إدراك الأبصار بها. البرق يبرق فيستضيء الهواء فتنكشف الأشياء فيتعلق بها البصر، والزمان في ذلك واحد. طبعا ربما الفيزياء الحديثة تختلف مع ابن عربي في مسألة التزامنية في هذه الحركة، ربما الفيمتو ثانية لها رأي آخر، لكن ابن عربي عاش في القرن السابع. والزمان في ذلك واحد مع تعقلك، أي أنك تعقل الفارق بين البرق وبين انصباغ الهواء، بين هذه المراحل، فيها مراحل معقولة بين البرق وبين انصباغ الهواء وبين ظهور المحسوسات وبين إدراكك، هي أربع مراحل معقولة وليست مراحل زمانية. مع تعقلك وتقدم كل سبب عن مسببه، فزمان إضاءة البرق عين زمان ظهور المحسوسات به، عين إدراك الأبصار ما ظهر منه. هذه التجليات التي أظهرت الوجود، أظهرت الوجود ليست خلقت الوجود. هذا هو الوجود ناتج عن التجليات، وسنرى درجات التجليات المختلفة. بحار الكلمات وأشجار الأقلام، العالم واللغة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نصوص هامة جدا، نصوص محورية في الفكر، في الفكر الصوفي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذن كلمات الله لا نهاية لها. المصحف محدود الكلمات. هنا يتم التمييز بين العالم الذي ظهر للوجود بالتجليات باعتباره كلمات الله المسطورة في الوجود، فيتحول الوجود إلى كلمات، إلى حروف وإلى كلمات. القرآن كلمات الله المسطورة في المصحف، ولا ينفصل فهم الوجود بالتجربة عن فهم كلمات الله الموجودة في المصحف. هذه رؤية كونية عامة للوجود وللغة بتفاصيلها المختلفة. ينتقل ابن عربي، أو ينتقل التصوف بشكل عام، مما أسميته من فقر المجاز إلى رحابة الرمز. ما هو فقر المجاز؟ ما هو فقر التحليل المجازي؟ التحليل المجازي يرى العبارة تتضمن معنيين: معنى يجب نفيه وهو المعنى الظاهر، ومعنى أعمق يكون هو المعنى. إذن في الفكر اللغوي عند المتصوف، عند المتكلمين وعند الفلاسفة، تم وضع المجاز في جدلية الظاهر والباطن، وإن لم يقولوا بالظاهر والباطن، لكن الظاهر في المجاز يجب إلغاؤه، فيجب إلغاء مفهوم اليد الجارحة كما يقول المتكلمون حين يقول القرآن يد الله فوق أيديهم. وأنا تعرضت إلى معنى هذه الآية، يد الله فوق أيديهم، يجب دلالة اليد على الجارحة أن تسقط تماما. يعني هناك المعنى الظاهر وهو اليد الجارحة، والمعنى الباطن وهو القدرة، يجب أن يسقط المعنى الظاهر لحساب المعنى الباطن، وهذا إفقار في التحليل اللغوي. ابن عربي بينتقل من فقر المجاز إلى رحابة الرمز، وفي الرمز لا يمكن إسقاط الظاهر لحساب الباطن، لأن في الرمز الطريقة الوحيدة للوصول إلى الباطن هو الظاهر، فأنت تحتاج الظاهر طوال الوقت.
هذا التصور للزمن السرمدي تجليات، والتصور للغة باعتبار الوجود في جانب منه وظهور التجليات الإلهية نتيجة التجليات الإلهية، وفي جانب منه هو تعبير لغوي هو كلمات الله. هذا يؤدي إلى ردم الفجوة بين ما يسمى العقل والنقل، وهذه كانت يعني هذه الثنائيات، فكر الثنائيات الذي وصل إلى حتى ابن رشد. يعني فكر العربي الإسلامي يعتمد على هذه الثنائيات طوال الوقت، ويعتمد على ما يسمى زمن التتالي. كان لابد لمفهوم الزمن أن يتغير، يحل الزمن السرمدي محل زمن التتالي، لكي يتم رجم الفجوة بين هذه الثنائيات العقل والنقل. اختفى العقل والنقل تماما، باعتبار أن الوجود هو كلمات الله والقرآن هو كلمات الله، نسقان من الكلام ونسقان من الدلالة، جدلية الظاهر والباطن بدلا من إلغاء الظاهر لحساب الباطن. الحقيقة والشريعة ليست ثنائية عند المتصوفة، ذلك لأن الشريعة هي المدخل للحقيقة، رغم كل الاتهامات، كل الاتهامات التي يعني صاغها الناس وصاغها الفقهاء ضد التصوف باعتبار أنه يسقط الشريعة، على الأقل في ابن عربي. يعني يمكن الدكتور يوسف يقول لنا على الجيلي إسقاط الشريعة هو محض اتهام. الوجود والعدم ثنائية أخرى تختفي في الفكر، ليس هناك عدم، ولا يمكن أن نسمي عدم الظهور عدم، بما أن كل الموجودات كامنة. وأيضا يخرج الفكر الصوفي عن نسق الواجب والممكن والمحال، هذه الثلاثية، يستبدل بالممكن. طبعا ابن عربي أحيانا يستخدم لغة الممكن، الكامل، فالكامل موجود ولكنه موجود في كمون. وهنا طبعا بيستعير ابن عربي أن القرآن حين يتحدث في كن، إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، يقول له لمن؟ لابد أن قول كن تتوجه على سامع، وهو ما أطلق عليه المعتزلة، وإن كانت هذه الفكرة ليست واضحة في الفكر المعتزلي، الوجود في العدم، الوجود العدمي، هذا مستوى وجود، الوجود عدم الظاهر. لهذا الوجود تتجه الكلمة الإلهية، الكلمة الإلهية أيضا كن، ليست مكونة من حرفين الكاف والنون، لأنه يريد ابن عربي ويريد أن يلغوا كل أنواع الثنائيات، وإنما هي في الأصل كون، أصل اللغوي كون. اختفت الواو لالتقاء الساكنين، فالواو كامنة، لأن كل شيء في الوجود يعتمد على هذه الثلاثية. في الوجود الذات الإلهية، الموجودات في العدم، وعلاقة الكلمة كن، الذات الإلهية تتجلى بفعل هذه الكلمة، تتجلى فتظهر الموجودات. كل شيء يحتاج إلى هذه العلاقة الثلاثية، حتى في اللغة. في اللغة يقول ابن عربي اللغة هي علاقة إسناد، فهناك المسند والمسند إليه والعلاقة. المسند يحتاج إلى المسند إليه، والمسند إليه يحتاج إلى المسند، والعلاقة تحتاج إلى كليهما. يبقى الظاهر والباطن، ما الذي يربط هذه العلاقة بين الظاهر والباطن؟ الذي يربط هذه العلاقة هو الروح، أحيانا ابن عربي يسميها الروح الساري في الذراري، ويقصد بها الروح الإلهية، النفخة الإلهية، إنها سارية في كل شيء. القدم والحدوث، هذه مشكلة، هل العالم قديم أم محدث؟ هل العالم قديم في علم الله؟ وكيف ينبثق المحدث عن القديم؟ هذا سؤال الفلاسفة. ابن عربي لجأ إلى مفهوم الخيال، الخيال
المتصل، البرزخ الأعلى، برزخ البرازخ، وهو مفهوم على درجة عالية من التعقيد وعلى درجة عالية من التدقيق أيضا. لا يستوي مفهوم البرزخ الأعلى بالعلم الإلهي، إنه أكثر تعقيدا من مفهوم العلم الإلهي كما طرح عند المتكلمين. وأحيانا يلخص هذا البرزخ في الحديث الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هذا معناه عند العربي أننا كلنا نعيش في عالم البرزخ، أن كل ما نراه ونشاهده ونقوم به هو أحلام تحتاج إلى التأويل، وأن هذا التأويل يحدث حينما ننتبه، حينما نموت. من هنا يسعى الصوفي إلى الموت، إلى الموت وهو يتنفس، الذي سميه الفناء. والدكتور حسن حنفي عامل موسوعة كبيرة جدا اسمها من الفناء إلى البقاء. المحكم المتشابه ثنائية أخرى في الفكر، في الفكر، في الفكر القرآني. لا هذه الثنائية لا توجد، هناك في كل محكم متشابه وفي كل متشابه إحكام. وابن عربي لغوي يعني دقيق، يأخذ الآية التي أخذها المعتزلة لأنها دليل المحكم، ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير، بيقول إنها تتراوح بين النفي والإثبات، ذلك أن ليس كمثله شيء جعلت كأن الله شيء كالأشياء، لكنه شيء لا يشبهه شيء آخر. هذا هو النفي، نفي الشيئية عن لا، لكن وهو اللطيف الخبير إثبات للصفة، فهي تشبيه. إذن في هذا الدليل الذي يأخذه المتكلمون على أنه تنزيه، هو يقول تنزيه في تشبيه أو تشبيه في تنزيه. يأخذ نفس الأمر بالنسبة لكل القرائن القرآنية التي اتخذها المعتزلة على حرية الاختيار، والتي أخذها خصوم المعتزلة على الجبر، فيقول هؤلاء نظروا بعين واحدة وهؤلاء نظروا بالعين الأخرى، ولا بد أن تنظر بالعينين. ويستشهد بنفس الآية وما قتلوهم ولكن الله قتلهم. هنا إثبات ونفي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهناك نفي للرمي وإثبات للرمي إذ رميت. هذا النفي والإثبات هو الجدلية التي يتحرك نسق التأويل عند ابن عربي ليرجم الفدوى بين ما يسمى المحكم وما يسمى المتشابه. وراء ابن عربي مفهوم الغموض الكوني، الغموض، وهذا هو الغموض الساحر في الكون، التوتر، لكن هذا التوتر في الحال أي في حال العارف وليس في العين. هذا التوتر لا يوجد في الخارج، ربما يوجد في الخارج هذه التجليات الدائمة، بل هم في لبس من خلق جديد، تجليات مستمرة. هذا الاستمرار في التجليات هو الذي يخلق التوتر عند العارف، بل هو كل يوم هو في شأن. هذه التجليات الدائمة أحيانا يسميه النكاح الساري في جميع الذراري، ويستخدم كلمة نكاح باعتبار أن كل شيء بيعتمد على مسند ومسند إليه وعلاقة، ذكر وأنثى وعلاقة. يعني بيوظف مصطلحات كثيرة جدا
تصيب غير العارف بنسق فكر ابن عربي بنوع من الدهشة وبنوع أحيانا من الرفض. الغموض الكوني توتر في الحال، أي في حال العارف لا في عين الكون. الجبر والاختيار قلت عين واحدة أم عينان، الذات والصفات هذا أيضا ثنائية موجودة في الفكر الكلامي، ويضع الذات بمعزل عن المعرفة في الغيب المطلق. إنما الألوهة هي مجموع الأسماء الفاعلة، هي مجموع الأسماء الإلهية الفاعلة، والذات غيب، فكل التجليات هي من صنع هذه الأسماء الإلهية، أما الذات فهي غيب وراء ذلك كله. هنا يقسم ابن عربي العالم، هنا لابد ونحن نقرأ هذا أو نستمع إلى هذا أن نتذكر دائما مفهوم الزمن السرمدي، أن يبدو أن هناك تتالي ولكن ليس في الأمر التتالي، هو البرق، لكن هذا البرق هذا التتالي يتعقل، فالتتالي عقلي وليس فعلي، هو من صنع الإنسان المفكر. برزخ الألوهة، الألوهة هي الذات الإلهية، هي الأسماء الإلهية، مجمل الأسماء الإلهية، وهي الفاعلة في العالم، واسم الله هو الذي يجمع هذه الأسماء كلها. هذا البرزخ هو الذي بين الذات الإلهية وبين ما بعده من الذات الإلهية وبين العالم. العالم من صنع تجليات الأسماء الإلهية على الموجودات الكامنة. طبعا ربما نقول أن كل هذا في عقل الله، في العلم الإلهي، لكن هذا يبسط تعقيد واتساع رؤية ابن عربي. فعندنا عالم البرزخ الأعلى أو الخيال المطلق، يسميه أحيانا عالم الجبروت، يتكون من 4 مستويات: برزخ الألوهة، برزخ العماء، ما يسميه الوجود المطلق والعدم المطلق، يبدو كما لو كان عدما مطلق، وما يساوي عند الفلاسفة العلة الهيولانية. برزخ الألوهة يساوي عند هذا تفسيري، يعني ابن عربي لم يتحدث عن العلة الفاعلة ولا العلة الهيولانية ولا العلة الصورية ولا العلة الغائية، لما أنا في محاولتي للفهم يعني وضعتها في هذا النسق، وهذا النسق يعني وجد موافقة من الأستاذ الدكتور أبو الوفا الغنيم التفتزاني. برزخ العماء يساوي العلة الهيولانية، المادة، وكلمة مادة هنا لا تصح، التي وجد فيها العالم، التي يوجد فيها العالم بالكمون. برزخ حقيقة الحقائق الكلية، لا تتصف بوجود ولا تتصف بعدم ولا تتصف بقدم ولا تتصف بحدوث، تساوي العلة الصورية، لأن العلة الهيولانية تحتاج إلى العلة الصورية لكي تتشكل. يعني يمكن تمثيل العلة الهيولانية بالخشب، والعلة الصورية بصورة الكرسي أو صورة المائدة التي يصنع منها النجار من الخشب الكرسي، فيحتاج النجار إلى تصميم صورة. هذه حقيقة الحقائق الكلية، تساوي المقولات الكلية، الصور الكلية، مثل البياض في الأبيض، البياض يوجد في كل أبيض، وهو نفسه لا وجود له، متحيز في الخارج، ليس هناك شيء يمكن أن يشار إليه اسمه البياض. ما يسمى أحيانا في، إذا استخدمت مصطلحات علم الكلام، الأعراض. البرزخ الثالث الحقيقة المحمدية، الله والإنسان، وهي العلة الغائية. العلة الغائية هي الإنسان، والحقيقة المحمدية هي جذر الظهور الإنساني. هناك تمييز بين الحقيقة المحمدية وبين محمد النبي الذي ظهر في مكة في القرن 7 الهجري.
حقيقة المحمدية حقيقة مطلقة تساوي العلة الغائية. في كل هذه التقسيم يتم الاستشهاد بالقرآن ولكنه استشهاد تأويلي، الاستشهاد بالحديث والتراث ولكنه استشهاد تأويلي. اعلم أن الشيء الواحد العين، لأن السؤال دائما كيف ظهرت الكثرة عن الواحد، سؤال فلسفي، كيف ظهرت كثير عن الواحد. ومن هنا جاءت نظرية الفيوضات عند الفارابي وعند ابن سينا، كيف ظهر المحدث من القديم. هنا جاءت نظرية قدم العالم في العلم الإلهي وحدوث العالم في الظهور، هذه الفكرة يؤكدها ابن رشد. كل هذه الثنائيات تجد لها حلولا أخرى عن طريق هذا العالم الذي يسمى عالم الوسائط. اعلم أن الشيء الواحد العين إذا ظهرت عنه الآثار المختلفة فإن ذلك من حيث القوابل لا من حيث عينه. ومن هنا إذا حققت هذه المسألة يبطل قول الحكيم يعني الفيلسوف لا يصدر عن الواحد إلا واحد. فكرة التجليات كبديل عن الفيض وكبديل عن الخلق من عدم هي من إنجازات الفكر الفلسفي الصوفي. بعد عالم البرزخ أو برزخ البرازخ أو عالم الجبروت عالم المعقولات، من برزخ الإطلاق إلى عالم الخلق، كنا نتحدث عن عالم مطلقات، أول عالم المعقولات العقل الأول، تأثير طبعا أفلوطيني نعم، لكن العقل الأول في القرآن هو القلم. التجلي الثاني النفس الكلية باطنة في العقل الأول، يعني هناك علاقة الباطن والظاهر هنا، من أن التالي، واحذروا من كلمة التالي، ابن عربي طوال الوقت يحذر، لأن التالي يعني تتالي زمني، النفس الكلية تساوي اللوح المحفوظ، ذلك لأن القلم يكتب ويكتب في اللوح المحفوظ. أحيانا يتم العلاقة بين المؤنث والمذكر، العقل الأول ذكر، النفس الكلية أنثى، وهناك علاقة تنتج الطبيعة الكلية أو الطبيعة الكل. ومن الطبيعة الكل ينبثق الهباء، وهو أكثر كثافة من العماء الذي يوجد في برزخ في مرحلة برزخ البرازخ. يلي ذلك عالم الخلق والأمر، وهو أيضا أربع مراحل، الجسم الكل أو العرش، هنا التوظيف للقرآن، الكرسي، والعالم والكون يقع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. الفلك الأطلس، فلك الثابت، فلك الأطلس، فلك الكواكب الثابت، دخول في جغرافيا يعني مضنية لكي نفهم، لا بد أن نعود إلى الجغرافيا الكلاسيكية حتى نفهم هذا. لكن كل هذه عوالم فيها من المعقولية وفيها من الروحانية أكثر مما فيها من الأبعاد الجغرافية كما سيأتي. عالم الأفلاك وهو العالم الأخير، لو الأفلاك السبعة، السماء الأولى، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، كوكب زحل، المشترى، المريخ، كوكب الشمس، كوكب الزهرة، عطارد، وأخيرا كوكب القمر، ثم بعد ذلك ما تحت فلك القمر اللي هو عالم الكون والفساد، عالم التغير. مرة أخرى، هذا ليس تتاليا في الزمان، وهذه ليست مراحل يتلو بعضها بعضا في الزمان، وإنما هي تجليات. ونعود مرة أخرى لنذكر باستعارة البرق، كل هذه العوالم ترتبط باللغة، يعني ارتباط هذا النسق من العالم بحروف اللغة. لماذا؟ لأن كل هذا نشأ من التجليات الإلهية، التجليات الإلهية في العماء
هي أقرب أو ممكن أن تشبه بالنفس الإلهي. حروف اللغة تتكون في النفس الإنساني. هنا المقارنة والموازاة بين الموجودات وبين حروف اللغة، 28 موجود يساوي 28 من حروف اللغة، وبينهما اسم إلهي. طبعا يجعل العقل الأول الهمزة. طبعا الهمزة عند ابن عربي يعني في الصوتيات الحديثة هي ألف المد وليست الهمزة، لأن ألفة المد اللي هي هي حرية انطلاق الهواء من النفس. حتى أنا قلت فبدأت بهمزة لأنه لا يمكن النطق بها، وإنما هي ألف المد. إذا قلت كلمة زي القضاء هذه الألف لا يمكن أن تنطق. فالحرية النفس في اللغة تساوي العقل الأول. ليس هناك مماثلات لغوية ولا صوتية في العالم البرازخ أو العالم المطلق. وبعدين بعد الألف الهاء حسب المخارج. هنا يوظف كل المعرفة اللغوية من أجل أن يقيم النسق أن اللغة هي نمط آخر من أنماط الوجود، بل إن الوجود هو يتجلى فيما يسمى المحسوسات، ويتجلى أيضا في اللغة. العين، الحاء، الغين، الخاء، كلها يعتمد على المخارج، أي توظف اللغة طبقا للمخارج. لا أريد أن أطيل في هذا الأمر. يعني هنا اللغة الإلهية واللغة الإنسانية. اللغة هي أحد تجليات الذات الإلهية، كما أن ما يسمى بالوجود هو أحد تجليات الذات الإلهية. يتعرض ابن عربي لتفاصيل الخلق. تفاصيل الخلق هي تفاعل هذه الموجودات الكلية التي حددها في حروف اللغة فيما يسمى عالم الكون والفساد. كل 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 شيء يتحقق في عالم الكون والفساد يحتاج إلى هذه العلاقة الثلاثية. اللغة الإلهية هنا هي التي تعمل فيما يسمى الكون والفساد. لماذا؟ لأن اللغة أصوات. كل ما تحدثت به الآن اختفى في الهواء، طبعا تسجل، لكن الصوت اللي هو مخرج الكلام يختفي في الهواء. فاللغة الإلهية واللغة الإنسانية جانبي حقيقة واحدة. وبهذا حل ابن عربي مشكلة المواضعة. الذين حضروا المحاضرات السابقة عن مشكلة المواضعة، ما هي العلاقة بين الدال والمدلول؟ هل المواضعة إلهية توقيفية أم المواضعة إلهية توفيقية؟ كل هذه أسئلة لا معنى لها في نسق ابن عربي. هناك اللغة الإلهية، لغة الوجود والموجودات، ومنها تشتق اللغة الإنسانية. فإذا قلت المواضعة توقيفية فهذا صحيح بالمعنى الصوفي، وإذا قلت المواضعة توفيقية فهذا صحيح للنظر إلى الجانب الإنساني في اللغة. كما أن الإنسان يمكن أن تنظر إليه فلا ترى إلا الجانب الفيزيقي، ويمكن أن تنظر إليه فلا ترى إلا الجانب الروحي، النفخة الروحية. والإنسان ليس هذا تماما وليس هذا تماما. كذلك اللغة لها جانبها الإلهي ولها جانبها الإنساني. إذا نظرت من جهة فاللغة إلهية، إذا نظرت من جهة أخرى فاللغة إنسانية. مشكلة القرآن قديم ولا محدث ولا مخلوق، كل هذا سؤال لا معنى له عند ابن عربي. لا محدث قديم، يمكن أن يقول ابن عربي قديم محدث، لا قديم ولا حادث. إذا نظرت إلى القرآن الذي تتلوه فتلاوتك هذه تجعله محدثا، لكن انتماء القرآن إلى أفق العالم، إلى أفق الوجود، إلى أفق الكون، يدخله في إطار التجليات التي ليست قديمة وليست محدثة.
ما الذي يعطي ابن عربي كل هذه الحرية؟ هناك مشكلة في حول ما يسمى ختم النبوة التي تعني انقطاع العلاقة بين السماء والأرض، لا وحي بعد ذلك. طبعا في تفسيرات كثيرة لختم النبوة، يعني ربما أبرزها أن ختم النبوة معناها أن الإنسان أصبح قادرا على يعني أن يتعامل في بالعالم، يعني أعطي الدليل وعليه بعد ذلك أن يستخدم عقله. هذا كلام بيقوله بعض الفلاسفة، بيقوله مثلا محمد إقبال، بيقوله بشكل فلسفي عميق مش بشكل خطابي، يعني مش بشكل خطبة جمعة. يعني بالنسبة للمتصوفة وكذلك بالنسبة للشيعة ختمت النبوة، لكن الوحي لم ينقطع. لا وحي يأتي بشرع جديد، لكن الوحي يأتي بإلهام يؤدي إلى فهم جديد. وهنا يتم التمييز معرفيا بين فلك النبوة وفلك الولاية، الولي والنبي. فلك النبوة ينتهي بخاتم النبوة محمد عليه السلام، فلك الولاية لا نهاية له. لماذا؟ لأن الفلك الولاية مستمد من الاسم الإلهي الولي، وكل ما هو مستمد من اسم إلهي فلا نهاية له. يعني هناك خاتم الولاية المحمدية وهناك خاتم الولاية العامة. وفي أحيان نصوص ابن عربي تضعه، يعني هل هو خاتم الولاية؟ لأن خاتم الولاية المحمدية، خاتم الولاية العامة هو عيسى عليه السلام حين يعود إلى الأرض حسب المعتقد. أحيانا ابن عربي يضع نفسه بوصفه خاتم الولاية العامة، وذا اللي بيسمح لي أن نقول وصلت اكتملت الحضارة العربية الإسلامية في القرن السادس، اكتملت وبدأت، ما كل اكتمال لا يليه إلا النقصان. فأعتقد كونه بيحدد نفسه باعتباره ختم الولاية المحمدية كأنه على وعي ما بهذا الاكتمال الحضاري. الاكتمال طبعا كما نعلم عمل انشقاق، يعني ابن عربي وابن رشد كلاهما من الأندلس، وابن رشد تعرض لاضطهاد ما، ولكن فكر ابن رشد ورحل إلى عبر إسبانيا وعبر الترجمة اللاتينية رحل الغرب، لكن ابن عربي نفسه ترك الأندلس وجاء إلى الشرق، حيث كتب الفتوحات المكية في فترة طويلة قضى في مكة. مر في هذه الرحلات على مصر، لكن مصر ما حبيتوش قوي. كان فيه مؤتمر معمول عن ابن عربي في مصر منذ أسبوعين في أظن دار الكتب، للأسف الشديد ما كنت هنا فلم أتمكن من حضور هذا المؤتمر. ثم إلى قنية، وهناك تلميذه الأساسي صدر الدين القونوي شارح الأساسي لأفكار ابن رشد، ومن هناك يعني تعرف إلى يعني جلال الدين الرومي وأثر. أعود مرة أخرى إلى التوتر، الخلق الدائم بل هم في لبس من خلق جديد، التجلي السرمدي، استبدال زمان التتالي بزمان السرمدي، انفتاح المعنى في الزمان والمكان. لأن أي معنى يطرحه ابن عربي لا يقول أبدا أنه معنى نهائي، ذلك أن المعنى نابع من التجربة وتتعدد التجارب بتعدد السالكين، الطرق إلى الله تتعدد بتعدد السالكين. انفتاح المعنى في الزمان والمكان، هذا هو الدرس الذي نأخذه من هذه السياحة في فكرة ابن عربي، و
إذا كان هناك أي نقاش، وأرجو طبعا أن يكون فيه نقاش. ربع ساعة. عايز ربع ساعة؟ يلا سمحت. أوكي. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.